احسن صحه واحسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم جسد الانواع ديال الملاوي، الملاوي العاديه المربعين، ملوي المدور ولا المخمل، وهذا المعمر اللي كيطيب في الفران. هاد ثلاثه ديال الانواع غادي نقدمهم لكم بعجينه واحده، والنتيجه تتجي هائله ومعتبره، تعطينا ملويات مشفجين ولا مورقين. السلام عليكم. اذا بالنسبه للمقادير اللي غادي نحتاجو او المكونات اللي نحتاجو لها في هذه الوصفه ديال اليوم او الوصفات الثلاث نتاع اليوم، غادي نحتاجو بالنسبه للعجين ديالنا غادي نحتاجو كيلو ونص نتاع دقيق الفرز، نحاول نختاروا النوع الممتاز. غادي نحتاجو السميده الرقيقه ولا الفينو، عندي هنايا 4 مع كيلو ونص، عندي 2 معالق ديال الحليب غبره، عندي سكر ديال الفاني تيعطيه غير باش كنسمو به، ما كانش ماشي مشكل، عندي معلقه ديال الملحه، وعندي معلقه صغيره ديال الخميره ديال الخبز. اذا هذا بالنسبه للمقادير وبالنسبه اولا للعجين وتما الماء باش كنجمعوا هذا العجين ديالنا. اذا من بعد غادي نحتاجوا المكونات التاليه. اذا بغيت نوريكم المقادير كامله باش فاش نمر لكل وصفه على حده يكون عندنا المكونات كلها في راسنا. اذا باش غادي نورقوا غادي نحتاجوا هذا العجين، غادي نقسموه لثلاثه ديال الاقسام، جوج الاقسام غادي نشتغلوا عليها بالسميده الرقيقه اللي غادي نورقوا بها، وغادي نزيدوا ليها معلقه ديال المايزين، معلقه واحده، وغادي نحتاجوا الزيت والزبده. هادو باش غادي نكونوا اولا باش غادي نحضروا جوج ديال الاقسام الاول. القسم الاخير اللي غادي يكون معمر غادي نحتاجوا فيه القرعه الخضراء والخيزو والبصله. اذا القرعه والخيزو غادي نحكوهم، والبصله غادي نشلوها رقيقه، وغادي نحتاجوا ربعه ديال الكفته ولا على حسب شنو عندكم، ما بغيتوا تستغناو عليها ماشي مشكل، وغادي نحتاجوا ربعه ديال الفرماجات كيعطيو واحد البنه زوينه، وغادي نحتاجوا الزيت درت فيها معلقه ديال الشاونيه باش تسلقوا وتعطينا داك اللون الاحمر في الطرق. اذا هادشي اللي غادي نحتاجوا، وطبعا الزيت اللي غادي نطيبوا بها. اذا هذه هي المقادير كامله. دابا غادي نمروا باش نحضروا كل وصفه على حده. ودابا كي تلاحظوا معايا العجين ديالنا هو غير جمعناه، ما دلكناه ما حتى شي حاجه، غادي نجمعوه وغادي نغطيه ونخليه يرتاح تقريبا حتى نص ساعه الا كان ممكن. اذا غادي نغطيه ونخليه يرتاح وعاد نتلاقاو باش نشوفوا المرحله المواليه ان شاء الله. بعد ما خدينا العجين ديالنا تيرتاح كما تشوفوا راه ارتاحت، غادي نزولوها من هذا الاناء وغادي نديوها ونجيبوها تنخرجوا منها داك الريح اللي تجمع فيها، وغادي نقسموها على ثلاثه باش ندوزو ونحضروا الوصفات ديالنا لهذا النهار. ودابا بعد ما خرجنا من هذاك الريح اللي تجمع فيها، اذا تتشوفوا العجينه ديالنا هي رطبه، اذا غادي نخليو هذا الجزء الثالث غادي نخبعوه حتى نوصلوا للمرحله ديال الملوي المعمر، وهاد الجوج هادو غادي نشكلوهم كويرات ونمروا باش نوريكم الطريقه اللي غادي نحضروهم بها. وهذا هو شكل العجين ديالنا بعد ما شكلناه كويرات، هانتوما تشوفوا كنشكلوه كويرات، وغادي نغطيهم ونخليهم يرتاحوا عاوتاني واحد 10 دقائق باش يجيونا ساهلين في الصوره. يعني غادي نغطيهم بواحد الغشاء بلاستيكي ونخليهم يرتاحوا ونرجعوا باش نكملوا الوصفه ديالنا ان شاء الله. دابا اخواتي قبل ما نبداو عمليه التورق كما شرت لكم في البدايه، اذا بالنسبه باش غادي نورقوا هاد المليويات ديالنا، اذا عندي هنايا السميده الرقيقه ولا الفينو كنخلطها مع معلقه ديال مايزينا، كتعطينا التورق وما تيجيش تيجي مورق وتيجي هشيش وبنين. وبالنسبه للمكون الثاني هو الزبده والزيت، اذا انتم تشوفوا بلا ما نحتاجوا ندوبوها تنجبدوها من الثلاجه مسبقا وكنطلقوها هكا مع الزيت حتى تينسجموا، وغادي نبداو نورقوها ان شاء الله. دابا غادي نبداو على بركه الله، غادي نبداو بالملوي الضاير اولا بالمسمن كي تيسميوه في بعض المناطق. اذا كي تشوفوا العجينه ديالنا هي طايعه تنطلقوها، كنحاولوا نبسطوها مزيان حتى تيبان لنا السطح نتاع المكان اللي كنشتغلوا فيه، حتى تيبان حتى تتولي العجينه رقيقه بزاف. اذا تنديروا الزيت ونطلقوا، ما تياخذش وقت طويل. ديك الزيت كتعاوننا حتى هي، نتوما تتشوفوا انا ما تتقطع حتى شي حاجه. اذا كنديروا شويه نتاع ديك السميده مع مايزينا، كنعاودوا نديروا شويه نتاع ديك الزيت وكنطلقوا وكنطويوه بهذا الطريق. عاودوا نديروا شويه السميده نطلقوه، غير هنايا فاش كنبغيو نلويوه ما كنزيروهش كنخليوه مرخوف باش كيلقى المكان فين كيجي مورق. اذا ها نتوما تتشوفوا غير كنرميوه وكنجمعوه هكا من الجنيبات وكنخليوه وكنديروا له شويه ديال السميده هكا من الفوق ومن التحت وكنخليوه يرتاح. اذا ها نتوما تتشوفوا هنا
اذا كنبقاو غاديين غاديين حتى تنساليو المدور ديالنا كاملين، عاد كندوز الثغب داك اللي مربع. كتلاحظوا معايا دابا حنا سالينا التشكيل ديالهم، اذا ها هما عندنا الدايرين، ها هما عندنا المربعين. اذا غادي نبداو بالمربعين ونخليو هادو يزيدو يرتاحوا باش يطلعوا مزيان ويجيو متفشفشين. اذا غادي نتبعوا معايا دابا الطريقه باش كنطيبوهم باش نضمن لكم النتيجه 100%. وكنديروهم في المقيله ديالنا. اذا ما غادي بمجرد ما غتبان لنا فقاعه غادي نقلبوها، ما نخليوهاش حتى تنفخ. دابا غادي نحتاجو السباتول بحال هادي، دابا غادي نقلبو وغادي ندير لهم شويه ديال الزيت غير شي راس المعلقه باش تساعد في الانتفاخ ديالهم. بزاف الناس الا ما تتعجنوا العجينه مزيانه، ولكن الا ما كانش الطياب باحترافيه راه ما تيسبقناش الملوي، والملوي هو العجينه والطياب، يعني بجوجهم خصهم يكونوا متكاملين. اذا هانتوما تشوفوا تلاحظوا معايا المرويه ديالنا هي طابت، اذا ها انتم كتشوفوا كيف تجي دايره. اذا غير باش ما يتعجل لكمش بعد ما طيبوه شوفوا شي شبيكه هكا ولا الوصله ديال الخبز ونفرشوا عليها واحد الزويف وكنديروه فيها باش ما تيتعجلش باش كيبرد على خاطر. اذا غنخليوه المره الثانيه ان شاء الله نشكلوه. كما تشوفوا كيبقى فيه المسافه. كي تلاحظوا معايا اخواتي حنا سالينا الملوي المربع ديالنا، نتوما تشوفوا كي تيجي داير، تيجي قوق ومورق وتيجي يعني هائل ومعتبر. دابا غادي نمروا باش نوريكم الطريقه اللي كنحضروا بها دوك المسمنات المدورين ولا المخمرات. دابا غادي ندوزوا باش نمروا الطريقه باللي غنطيبوا بها داك الملوي المدور ديالنا. اذا كنبسطوا تشوفوا وكنديروه في المقله اللي تتكون سخونه حتى هي. اذا غير تيقبض راسو وتنقلبوه وتنديروا له شويه نتاع الزيت باش كيتنفخ لنا من الوسط وما تيجيش معجن. هنا هانتوما مجرد ما قطات راسها، اذا تنقلبوها قبل ما تبدا يظهر عليها الاثار ديال الانتفاخ. وغادي نزيدو لها واحد المعلقه نتاع الزيت وكنطيبوها وحنا كندوروها. اذا ما شي شويه سخونه اذا تنبقاو كندورو هكا. اذا شفتوا ها هي الاثار ديال النفخ، ها هو بدا تيبان عليها، كنبقاو هكا حتى تتوجد لنا. دابا اخواتي كما تلاحظوا معايا غادي نمروا باش نصاغبوا الحشوه نتاع الملوي المعمر. كي تلاحظوا عندي الكفته، عندي البصلانه شلتها رقيقه، عندي خيزو انا حكيته في الحكاكه حكيته هكا، وعندي في الاسفل عندي القرعه. اذا عندي المكونات كامله، اذا حتى هي حكيتها، وعندي هنايا الفرماج. اذا باش غادي نحضروا هاد الحشوه غادي نحتاجوا التوابل التاليه. غادي نحتاجوا شويه ديال الكمون، غادي نحتاجوا معلقه ديال التحميره وشويه ديال الابزار، وغادي نحتاجو شويه ديال الملحه لحقاش الكفته فيها الملحه والفرماج مالح. وغادي ندير لها شويه ديال المعدنوس والقزبر، وغادي نمر الاناء كبير وغادي نخلط هذه الحشوه كامله، وغادي نوريكم الشكل ديالها قبل ما غادي نعمروها. غادي نزيد لها شويه ديال المعدنوس وشويه ديال القزبر، ما حطيتهمش مع المقادير من الاول لحقاش عندي في المجمد راكم عارفين الا جبناهم تي اللون ديالهم تي تيكحل. اذا تنخليها حتى اللحظه اللي غادي نبغي نوجدها. دابا غادي نخلطوها في اناء اكبر لحقاش هاد الزلافه عندي شويه ما تكفيش. السلام عليكم مره اخرى. اذا المتابعين الكرام، بعد ما سالينا المرويات ديالنا ديال المقله، دابا غادي ندخلوا المرحله اللي غادي نحضروا فيها المروي اللي غادي يدخل للفران المعمر. اذا عندنا الحشوه بعد ما خلطناها، عندنا الزيت مع الشاويه، وعندنا دوك الكويرات نتاع الملوي بعد ما كورناهم وخليناهم يرتاحوا، وعندنا اللاطا اللي غادي ندخلو للفران. اذا كندردرو عليها شويه السميده وما كندهنوها ما والو لحقاش الزيت اللي فيه راه كافيه. دابا غادي نمرحو المرحله اللي غادي تشوفوا معايا فيها كيفاش كنحضروا الملوي المعمر. غادي نبداو على بركه الله. اذا تناخذوا كويره من داك الملوي تنديروا فيها شويه زيت وتنطلقوها كما تنطلقوا الملوي الاخر، غير هذا ما كنرققوهش بزاف لحقاش حاجتنا فيه بانه يجينا خامر شويه باش ما تجيش ديك دوك الطبقات ديالو يابسين من الداخل لحقاش غادي يطيب في الفران. اذا
تنطلقوه. يعني كناخذوا مقدار من هذيك الحشوه ديالنا كنثبتوها في الوسط، كنزيدوا عليها شي مع شويه ديال ديك الزيت، هي شي شويه، وكنطويوه. اذا لاحظوا معايا الطريقه اللي غادي نطوي بها. اذا كنطويه المره الاولى هكا، كنطويو الطويه الثانيه، كنجيو لهنايا، اذا كنطلقوها مزيان، كنطويو الطويه الثالثه. اذا لاحظوا معايا، وكن نقلبها للجهه الاخرى على من طلقتها، باش هاد الحشوه ديالنا هادي ما تخرجناش. هانتوما باش كيكون باش كتكون العجينه مضوبله من جوج جوايه. اذا عاوتاني هنايا مثلا تشوفوا كنعاود نطويها هكا، وهكا هي الحاجه اللي غادي الطريقه اللي غادي نوجدوه بها. اذا هانتوما، اذا كنثبتوه في اللاطه، وغادي نوريكم الكويات الموالين، وغادي نسرع الفيديو باش ما نضيعلكمش الوقت. اخواتي بعد ما عمرنا دوك المليويات ديالنا، نتوما تشوفوا كي تيجيو، غادي نخليهم يرتاحوا شويه ما بين طلع فيهم الخموريه مره اخرى، وغادي نبسطوهم وندخلهم الفرن باش نشوفوا الطريقه نتاع الطياب ديالهم. كيف تلاحظوا معايا اخواتي، هما المليويات المعمرين ديالنا هما ختمو، نتوما تشوفوا الاثار الخميره الدهن ظاهره عليهم. ثم الا بغيتوا تدهنوهم بالبيض كيبقى لكم الاختيار، ما نحتاجوش لحقاش ورقتهم ديك الشاونيه مع الزيت، يعني اللون الاحمر طاغي عليهم، كندهنهم بشويه من الفوق بزيت ديال الشاونيه او تعطيهم داك اللون الاحمر. غادي ندخلوهم الفران بجوج بيهم، وغادي نضبطوا الفران ديالنا على درجه 140 درجه، ما غاديش نجهدوه لمدة 35 دقيقة، وغادي نتلاقاو باش نشوفو الشكل النهائي ديالهم إن شاء الله تعالى. نتلاقاو في بالنسبة لهاد المخيمرات المدورين، هانتوما تتشوفو، شوفو كي تيجيو من الداخل، تيجيو مورقين، تيجيو لا معجنين لا والو. وهاد الملويات حتى هما اللي معمرين في الفران، تيجيو هائلين ومعتبرين. هانتوما تتشوفو الحشوة ديالهم من الداخل كي دايرة، عاد كي حيدتهم من الفران، تيجيو رائعين ومعتبرين. تنتبعو معايا الفيديو حتى الأخير، ولا كانت اول مره تتشاركوا معنا تتفرجوا معنا في القناه ديالنا، تمنى ما تكونش اخر مره، ونخرطوا معنا باش توصلوا بكل ما هو جديد.